احنا ستات زي بعض، تعالي جنبي. صباح الخير مدام نشوى. اه يا انا شكري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الشاعره اللي هي. اه اهلا وسهلا. انا اول مره اشوف حد انسه لك. ده من حظك ونصيبك النهارده، بختك حلو كده، صاحيه من الصبح كده بتقولي ايه الله انا هعمل ايه النهارده. فشفتي شكرية الشاعره اللي هي تسمعك الاغاني الجامده جدا. عايزه طب انت، انا عايزه اروح المشوار، مش عايزه اسمعها الشعر. مش عايزه تصدعي؟ اه يا ريت. ليه كده؟ ليه؟ انا كنت حابه اجرب اشوف. اه كنت عايزه اشعر الشعر اللي شعرته امبارح واجربه في حد اشوف. خلاص ماشي، سمعيني اشوف. يعني مش متضايقة؟ لا مش هتضايق بجد. لا والله. لا الاول حضرتك قولي لي الاول. متجوزة طبعا؟ اه طبعا. عندك اولاد؟ اه طبعا يا حبيبتي. اعمارهم؟ آه واحدة في اولى معهد. اه والتانية في ثالثة معهد. معهد ايه؟ السياحة وفنادق. ما شاء الله ما شاء الله. ونظم ومعلومات. ما شاء الله. واهتماماتهم ايه بقى؟ مواهب، حاجات جانبية كده؟ لا هما دلوقتي بيكون كل المواهب بتاعتهم المذاكرة عشان نخلص، لان انت عارفه ظروف الحياه والضغط. فربنا يسهل. حظك من السما. انا عندي ورشه، بعمل ورشه بجد، ورشه شعر. هاتيهم لي وهخدمك ومش هاخد منك فلوس كتيره خالص. ممكن اديكي نبذه مختصره عن الشعر بتاعي؟ اه اتفضلي. فعشان تبقي فاهمه برضو انت بتكلميهم عن ايه. احب اسمع. مره كنت ماشيه على الشط، قابلت البط، لقيته لابس كت، عديته سبته. قابلت الوز ماشي بيهز برضو، عديته سبته. لا انا مش، لا ده مش شعر. لا لا حضرتك مش مشجعاني. لا لا ده مش شعر، ده انا حاسه ان انا في سوق خضار بتاع فراخ وكده. انا عامله اغنيه عن الخيار والطماطم، لو سمعتيها هتقومي تعملي طبق سلطه. طب وسمعيني عشان لو ما عملتش ما عجبنيش. لا ما هو انا مش عاجبني الاتموسفير. انا متعوده ان لازم يبقى معايا باك اب، لازم يبقى معايا ناس ودوشه علشان استلهم الالهام تملي بيجي لي من الناحيه دي وهما بيبقوا قاعدين من الناحيه دي. فبنعمل بقى ايه كومبينه بقى كده تبقى ايه جامده. ما انتي متعوده كل اللي يركب معاكي تعملي كومبينه. لا ده عشان استاذ زي بعض بس بنفكر كده يعني. خليكي فريش. ايه شوشو خليكي فريش. بس ايه رايك، ايه رايك بقى اجيب الاصدقاء بتوعي زملائي في الاعماق. بس قولي لي الاول بتاع السلطه ده عشان لو عجبني. اوكي. نزلت السوق اجيب برقوق ما لقيتهوش. جبت خيار. طلعت من السوق ادور في الثلاجه ما لقيتش الطماطم. نزلت السوق تاني اجيب برقوق تاني ما لقيتهوش. جبت طماطم. ايه رايك؟ جميل. عملتي سلطه بقى؟ عملت السلطه؟ لا ماما اللي عملتها، انا ما عملتش حاجات دي. ماما بتعملي كل حاجه في الاخر. مين اللي بياكلها؟ ماما سايباني استلهم من الناحيه دي. هو بيعكنن عليا من الناحيه دي. اتقابل انا ودماغي في النص. هو من حقه يعكنن عليكي على اللي انا بسمعه. ليه بجد ليه؟ لا معلش ماما اعجبك جدا، بقول لك استلهمت طبق السلطه من افكاري. السلطه ده من افكاري بجد؟ عجبتك؟ امال لو عملتي حليت محشي هتبقى من افكار مين؟ يبقى كده جامده. يبقى نقول ايه؟ نزلت السوق اجيب برقوق، لقيت كرومبا. عديت على عم محمد في الطريق عشان اجيب الرز. ما لقيتهوش. طب وهتعمليها ساده ولا معاكي؟ ما انا بستلهم معاكي. انا مش قلت لك بستلهم منها؟ استلهمي معايا يا مدام شوشو. هتعمليها معلش بفراخ؟ زمايلي في الاعماق، زملائي في الاعماق. معلش هو انت هتقعدي في النيل؟ معلش اتاخرنا عليكي شويه. لا 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 دي الزميله دي مريم. اهلا ازي حضرتك. انا شكرا طبعا عرفتك عليا. ده ديب ويب عشان شنب وده ما ينفعش غير كده. معلش كنا عندنا انتريه ثقافي معاك. لا لا اسمه صالون. صالون يا صالون. صالون ثقافي. تطور. لا ما هو كله عفش. الحمد لله. ركز ركز. انت بيحب يهلش. وكملتي بقى كرومبايه ولا ايه يعني؟ ولا هنقضيها ايه؟ احنا اشعرنا شعر عن المحشي. شعرت قوي. الله الله. نزلت السوق اجيب برقوق ما لقيتهوش. جبت كرومب. عديت على عم محمد لقيت عاطف هناك. الله اداني الله. شويه رز
معلش يا عم الحاج اداني شوية رز رجعت البيت لأمي عملت بيهم محشي عملت بيهم محشي ايوه شوشو وفي الاخر راح عملت بيساك الحلة لا امي تعمل محشي جامد والله العظيم تلاتة شو ما ينفعش تسقفي كده في ايدك رز في ايدي رز معلش عدولك تنقيه لا الرز مع امي الرز عدولك تنقيه ايه ده انا بحسبها ولد لا امي اللي تعمل محشي عدولك تنقيه دلوقتي ايوه طب احنا يا ديب فاطمة محتاجين معلش انا كنت طالبه بس ليا انا لوحدي لميتي لي وانتي ماشيه انت كيلو لا ده احنا بس هنعمل لك اجواء انا مش هاخد منك فلوس زياده على رحله احنا بنجرب الحاجات اللي هنقولها في الصالون بتاعنا النهارده بالظبط تجربي فيا مش كده ولا ايه يعني عشان انا قلب نضيف وباكل بلوبيف كمان مش هرد عليك يا نشوى عشان قلبها نضيف بتاكل بلوبيف ما انا عايز افهم بس عايز تفهم ايه ده احنا ممكن نزود البيت الاغنيه ما انا بس علشان انا قلبي نضيف احب اكل بلوبيف الله وفقش عليه بيضتين ورغيفين سخنين لا انا كنت هقول بيضتين عينين علشان الوزن والقافيه ما دام نشوى انت مش مشجعاني بره بقى لا ده انت لا طالبه ده مجعوسة وهي اساسا شحاتة بلبوسة طالبه ده مجعوسة وهي اصلا شحاتة بلبوسة وبعدين امدي ايدي حضرتك ليه واخده الكلام على نفسك ما هو عيب يعني مش مقبول بصي احنا دي اغنيه بتتغنى احنا عندنا صالون فمحتاجين نجهزه ايه ده احنا ايه احنا قاعدين في ضرب دوت على صالون صالون لا ده انت ما حضرتيش حاجه دي صالون ثقافي انت فاكر نفسك في صالون حلاقه احنا منظرش هنا احنا بنتكلم في شغل لا ده هو مش صالون حلاقه ده هي شقه مجانين او عربيه مجانين ايه ده انا مجنونه على فكره انا مجنونه وهي مجنونه انا مجنونه هو مجنون طب انا هي مجنونه كلها مجانين اوريكي هي خلصي يلا عشان ننزل هي بس على فكره جواها عرق فنان تصدق العرق ده لو طلع معاك جدا بقول لحضرتك تيجي معانا لو عندك عرق فلت وبدلي معانا تمام حلو حلو تيجي معانا الصالون تيجي معانا صالون ثقافي اجي معاكم ما اجيش ليه اجي اتفرج والله عشان اخد فكره بس خلاص انا عايزه اخد فكره ايه رايك يا دي فاطمه احنا محتاجينها معانا اللي انت عايزاه عايزه هديكي فكره بس عشان لما اطلب لكم مستشفى المجانين يبقى على حق لا 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 ايه بقى لا 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 مستشفى المجانين في هدوء اللي انت عاملاه ده انت واصحابك في هدوء ماشي ممكن نعزف لك حاجه بالروح لا ده انا لسه عندي هنا لسه كمان عندي هنا طارق بخه هو بيلعب معانا ايه كمان ده بيلعب معانا ساكسفون بيبخ في المستشفى أيوة. هنركبه بس مفيش مكان ممكن حتى بس هو على فكره عمل دراسات بقى بس على حجري وهشكه بقى ده لسه عيل صغير يعني قد عيالك زنه بيبي قد عيالك والله والله طب هتنزليني على جنب بقى ولا ايه يعني لا لا انا متونسه بيكي يعني. بيكي عمرك في حياتك شفتي رحله فريش قد دي لا طبعا ولا هتشوفي حبيبي لا انت يا سلطانه كمان لازم تعزميها انا مبسوطه بيكي قوي حضرتك مش وش خير مش وش نعمه عشان انا غلطتي اللي انا لا اتفاجئت بيكي انا اول مره اركب مع حد اتفاجئتي بيا انا اصلا اعمل فجاه انا اخر فجاه والله ايوه ايه كمان طارق بخ خير إيه؟ خير انت راخر تعالى على حجر بالمره يلا انت راخر ما تخدش طنط ده الرئيس الكبير انا فاكره ايه يا شكريه انا بص انا احيانا بعيني انا يا شكريه انا ما بفتكرش يلا حبيبي بره يلا شكريه يلا يا ابنها بابا احنا منك ابنها احنا يلا يا ابني انا هوريكي شايفه القلم ده بكلمتين كلمتين اشهر شاعر في البلد امشي يا ولد هنهي تاريخي يا عم ريس بخه يا ريس بخه انت شكلك محترمه احنا رجال انا هوريك يا شكريه مين شكريه دي انا عدلتك في المحاكم دي شكريه انت ما بيوجهليش الكلام عشان بيحبني بقى. انت احول هيوجه لك انت الكلام انت احول شايفه السحنه دي عايزه تتضرب انا هوريك يا شكريه امشي تضربي طارق ليه انا هوريكي انا شكريه انا شكريه لما انت شكريه خلاص هي مش امشي ولا دي مش شكريه انا شكريه دي شكريه انا هوريك يا شكريه دي شكريه لا شكريه اهي دي شكريه انا لمك من موالد دول لسام موالد مين يا موالد عيب خالص ما نتكلمش كده انا خدتلك حقك انا خدتلك حقك تعالي انا خدتلك حقك انا خدتلك حقك خلاص انا ما حدش يحتاج قاعد ابدا تعالي ده انا اللي عملتك بيه خلاص شكرتني انزلي شوفي الشكريه بتاعتك دي
انزل انا نازل. انت شكريا عليك انا النهارده انا نازل مدام نشوى انزلي لي على اسمي يا مدام نشوى خلاص يلا خلاص والله فيك خلاص انا نازله خلاص يلا ينفع كده قولي ما فين زيا يا حبيبي ميرسي ميرسي يا جوجو